النهارده يوم السطلانه، يعني تستحق سطلانه النهارده كل الناس تسمعها لانه موسم سطلانه. سبحان الله، لما طاهر محمد طاهر حط الاغنيه دي مع بعد الفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا، وكانه حط الاغنيه الصحيحه بالالفاظ الصحيحه في السنه الصحيحه في الموسم الصحيح. هو موسم سطلانه للنادي الاهلي. مساء الخير واهلا بكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس، حلقه حمراء جدا. النادي الاهلي كسب النهارده لقاء القمه، ومكسب الحقيقه كله جداره وكله استحقاق. وعايز اقول لكم حاجه، واحد من ابسط المكاسب والانتصارات اللي حققها الاهلي هذا الموسم، تخيلوا بقى. والاهلي النهارده مش في حالته، يعني تخيلوا الاهلي كسب 4-1، مباراه كانت سهله جدا 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 بالنسبه له، والنهارده كمان اللعيبه يعني زي ما تقول كده تراكم سنه كامله بضغوطها، ببابا غنوجه، بحوادثها، بانتصاراتها، ببطولاتها، بكل مشاكلها. اللعيبه النهارده يعني عارف انت اللي هو بتقاوم كل حاجه، بتقاوم الاجهاد وبتقاوم التركيز او بتقاوم كل حاجه وكل المشاكل وكل ما تعرض ليه الاهلي هذا الموسم، مع كل بطوله بيكسبها يحطها ورا ظهره يخش على الثانيه، يحطها ورا ظهره يخش على الثالثه وعلى الرابعه وعلى الخامسه، حتى البطوله الخاصه حط كله ورا ظهره وداخل لقاء القمه يكسبه. ليه بقول اسهل انتصار؟ لانه الزمالك بقياده اسوريو سهل عليه الماتش جدا، والراجل كولر ده تعلب، يعني هو مش مدرب سهل، هو مدرب عارف ان بيواجه مدرب دماغه ناشفه جدا ومش شطاره، يعني هي شطاره ان انا اخبط راسي في الحيطه فاكتشف ان هي حيطه او ازاز مثلا ما كنتش شايف، ودخلت طقشت فيه، اجي بكره ادخل فيه، اجي بعد بكره ادخل فيه، اجي بعد بكره وادخل فيه. طب دي شطاره يعني؟ يعني انا مستني ايه في الاخر؟ هل يجوز النهارده ان اوسوريو عارف ان بيواجه اسد افريقي؟ الاهلي والاسد، يعني رضيت ام لم ترضى، عاجبك مش عاجبك، شايف مش شايف، انت حر، لكن اسد افريقي هذا الموسم هو النادي الاهلي، صاحب الانتصارات الكبيره والعالميه والعظيمه وكل حاجه هو النادي الاهلي. فتخش النادي الاهلي وبتلعبه وفتح خطوطك، ومن اول دقيقه الراجل كولر قال لهم يا جماعه الراجل ده دماغه ناشفه جدا، يعني بصراحه يعني العب له على طول كرات عرضيه في اول دقيقه. اول دقيقه كان الشناوي بيشوط ايده ورجل على طول عشان تروح لحسين الشحات يسيطر ويجيب الجول الاول للاهلي، ويديك الانطباع ان الاهلي هيمشي عليه في الشوط الاولاني على طول. فخلص 3-0 الشوط الاولاني، خلص 3-0، نتيجه ثقيله جدا الحقيقه يعني. وعايز اقول لك انه مفيش حاجه اسمها انتصارات متتاليه صدفه، مفيش حاجه اسمها بطولات متتاليه صدفه، مفيش حاجه اسمها كؤوس متتاليه صدفه، مفيش حاجه اسمها منصات تتويج كل يوم كده صدفه، دي مقومات نجاح. وانا لما بتكلم وانا يعني حاسس الموضوع بتكلم من قلبي وبتكلم بتلقائيه، بتكلم لان انا بحب دايما النتائج الايجابيه مع المجهود اللي بيحصل عشان يبقى النجاح نموذج للناس. وانت فاكر انت بتكسب كده؟ ده انت على فكره مقومات النجاح دي مع الاهلي السنه دي، لو انا فكرت القرار السليم في الوقت السليم من شهر 7 لما قرر الاهلي يريح لعيبته، مرورا باختيار الجهاز الفني السليم في شهر 9 مارسيل كولر وجهازه، مرورا بتوفير المناخ للجهاز يعمل اللي هو عايزه لا تدخل، جه مارسيل كولر لقى الاداره جايبه 3 لعيبه يلعب سافيو ما يلعبش سافيو، يعير مصطفى ميسي ما يعيروش، شادي حسين يلعب ما يلعبش، الثلاثه اللي جايبتهم الاداره الفنيه في النادي قبل ما يجي مارسيل كولر، ورغم كده ما حدش قال له بيم. كمان الالتزام مع اللعيبه، توفير المناخ للعيبه مع التزام مادي، التزام اداري، حتى المشاكل اللي واجهت لعيبه الاهلي من بدايه الموسم ما كان في مشاكل، ما وقفش جه فتره جمهور زام عليه لو تفتكروا في اول شهرين 3 في الموسم، وكان في مشاكل وما لعبش وكان داخل في حواديت، ولا التزام تام، لا طلع حد انتقده بالاداره ولا طلع حد اتكلم عنه. قفشه حسين الشحات لو تفتكروا مع بدايه الموسم، سافيو اللي هو جه وما بيلعبش ومشي ومحدش عارف مشي ليه ومحدش عارف كانت مشاكله ايه ومحدش عارف عنه ايه، ومشي ولعب ولغايه النهارده انت مش حاسس. دي اداره، دي اداره، عدم الانهيار وقت الازمات، لما تحصل لك ضربه قويه تيجي في وشك زي ماتش سان داونز وتخسر 5 اتخن حد ينهار، فتقوم تحول الصدمه الكبيره دي الى نجاح عظيم بهذا الشكل، مش اي حد يعمل كده. فلما تقول النتائج كملت، تخيل بعد تخيل الاهلي بعد 5 بتوع سان داونز دول
بطل كاس مصر، بطل سوبر مصر، بطل افريقيا، بطل الدوري. مين نادي في افريقيا ممكن يحصل كده؟ يعني مين نادي في افريقيا ممكن يدخل بعد ما الا النادي الاهلي. الا الضربه التي لا تقسم ظهري تقويني. خد الحكمه دي دايما، خدت ضربه في ظهرك جامده جدا، طالما ما متش لسه فيك النفس تحولها لنجاح، تتعلم منها. ده اللي عمله النادي الاهلي، عشان كده النجاح لازم نشاور عليه، ولازم نغني له، ولازم نقول له سطلانه. لازم احسن لفظ يتقال على هذا الموسم للنادي الاهلي سطلانه. كل الناس متسلطنه في النادي الاهلي، كل الناس تستحق التهنئه، من الجمهور رقم واحد للاداره والكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره رقم اثنين، للجهاز الفني بقياده القائد الماكر مارسيل كولر بكل جهازه رقم ثلاثة، بالكل منظومة النادي الفنية رقم أربعة، كل منظومة النادي الإدارية رقم خمسة، باللعيبة بنجومهم. النهاردة بتيجي تقول لي مين أفضل لعيب في الموسم في الأهلي، هتقول لي حسين الشحات، ولا هتقول لي بيرستا، ولا هتقول لي محمود كهربا اللي جاب 12 جول ولا 13 جول في ست شهور أول ما رجع، ولا هاني، ولا حمدي فتحي اللي مشي، ولا أليو ديانج، ولا عمرو السولية، ولا مروان عطية، ولا علي معلول، ولا هاني، ولا منعم، ولا ياسر، ولا متولي، ولا ربيعه، ولا طاهر، ولا الشناوي، ولا لطفي، حتى شوبير اللي لعب وقت قليل كان نجم النجوم لما كان بيلعب، ولا عبد القادر، ولا مين، ولا كريستو، ولا قندوسي، كل الناس، خالد عبد الفتاح، كل الناس ادت دورها على افضل ما يكون. عشان كده النادي الاهلي بيختتم الموسم بكل ما يمكن عمله في الدنيا دي كلها. حد يا جماعة درجة نجاحه تبقى 100% بهذا الشكل إلا النادي الأهلي.